مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلقائنا اليوم مع جمعنا، رح نقدم توقعات الابراج من السبت 18 حزيران وحتى 24 حزيران. اهلا وسهلا جمعنا، اهلا لينا وبنبدا حبيبتي. مع التوقعات اكيد برج موجود الحمل. الحمل اللي هلا طالع طلعته، خاصة المريخ على مدار السرطان مع المشتري وكمان زحل. هلا كثير بيقولوا زحل انه هو نحس، لا هو منه نحس لكن لبعض الابراج ايجابي. فمولود الحمل هالاسبوع زحل حيساعدك على سفر، انت موعود بسفر والسفر حيتم ان شاء الله. وبعد مواليد الحمل رح يكون عندهم مفاجأة على مشروع كان عم يشتغل عليه من زمن ما او من وقت اشهر طويلة وما تم هذا الموضوع، فبتلقى اتصال على فجأة وبيصير عنده اجتماع بهالاسبوع على المشروع اللي كان عم يشتغل عليه من اشهر طويله. بالنسبه لمولود الثور هو اللي على ديون مطلوبه منه، هالديون في شخص رح يوقف قدامه ان شاء الله، عليه انه يفكر بالشخص المناسب اللي هو هو خجول ما بيطلب من حدا، بس في حدا كانه حيسمع عنه انه عنده دين وحيوفيله بعد الديون. بعد مواليد الثور رح يكون على تجاره، فتح تجاره جديده لإله، فتح عمل، فتح مؤسسة بآخر هالأسبوع. مولود الجوزاء اللي هو موعود بالحب، مولود الجوزاء هالأسبوع هو والحبيب على اتفاق عقليا وقلبيا وروحيا، والبعض من مواليد الجوزاء رح يكون على ارتباط خطوبة مش زواج ولكن في اتفاق عاطفي. أما بالنسبة لمولود السرطان اللي هو بيدخل القمر ليلتين ونص ببرجه، مولود السرطان وخاصة على مدار السرطان المشتري اللي بيساعد السرطان إنه ينال مبلغ من المال كان له على حدا، وهذا المال يمكن كان ناسيه او ما بقى يرجع له او شيء، وهذا حق له رح يرجع. ممكن يكون ميراث، مي يعني المال ميت رح يحيى عنده لمولود السرطان، رح يحصل على مبلغ كبير خلال هالاسبوع، والفرحه حتعم قلبه وتعم البيت كله، لانه كانه هالمبلغ منه صغير او هالميراث منه صغير لمولود السرطان. اما بالنسبه لمولود الاسد اللي عم يسعى جاهدا انه يحقق بعض الخطوات العمليه، بقول له لمولود الاسد في التأني السلامه وفي العجله الندامه، يطول باله لانه في اشخاص من برا اتفقوا وياهم، رح يكون في امامهم مشروع على اتفاق، مشروع اعلامي تجاري صناعي خلال هالاسبوع. بيوم الاربعاء بدي اسمع خبر بيصير قربه كتير لمولود الاسد. مولود العذراء انتقال لبيت جديد، انتقال لبلد جديد، انتقال لعمل جديد، يعني اسبوع اسبوع انتقالات لمولود العذراء الطرفة اللي هي هتساعده التنقل من مكان الى مكان اخر، او انتقال اكيد لبعض منهم الأكترية حيطلعوا على بلد جديد، والأكترية من مواليد العذراء راح يقصدوا قطر أو دبي يعدوا فيها. هلا أنا سمعت إنه دبي عم تغلى كتير وفي ناس عم يرجعوا من دبي، بس مواليد العذراء لا، عندهم في حيكون عندهم مشاريع، حيكون عندهم أعمال هونيك، حيكون عندهم معارف يقدر يكملوا بهيدي الأرض. بالنسبة لمولود الميزان زبان الجنوبي والشمالي راح يساعدوا لمولود الميزان على ربح مالي، إذا هو بالأسهم أو البورصة أو أشياء مادية صايرة، في المال رح يكون عنده وفير خلال هالأسبوع. حيساعد منه بعض الناس يوم الخميس والجمعة، في دعوة مهمة لمولود الميزان عليه إنه يلبيها، لأنه ممكن يتعرف على أشخاص تفتح لك أبواب كبيرة مولود الميزان. أما مولود العقرب اللي هو متفائل كتير لولا فسحة الأمل لضاق العيش، فبقول له لمولود العقرب عليك إنك تسعى، يعني نحن بالسعي والله بالتدبير، فلذلك عليه إنه يسعى هالأسبوع ولو إنه في حواجز وفي عقبات أمامه، لأنه في حتكون قدامه عقبات بحياته العملية، بحياته الاجتماعية، بحياته العاطفية، بحياته العائلية، على كل الميادين يسعى لأنه راح يوصل لأهدافه اللي هو بيتمناها. أما بالنسبة لمولود القوس اللي هو هلأ شوي عم يمر بكآبة بأفكار عم تحمله للماضي، بذكريات الماضي، عم بيعيش مع الماضي، عم بدي له فيق بقى لمولود القوس، وعليك إنك تطلع بالحاضر ما حقله بالمستقبل. المستقبل يعني ان شاء الله يكون خير لكل الناس، بس بقدر اقول له لمولود القوس عيش الحاضر، ما بقى ترجع لورا ولا طفولتك، الطفوله خلص انتهت،
بدك انت هلأ وين عايش؟ عايش بالواقع، بدك تعيش بالواقع، فلذلك طلع من تخيلاتك اللي انت كل ليلة بتتخيلها وبتوقف على الأطلال. أما بالنسبة لمولود الجدي مفاجأة مالية، في ميل بده يحصل عليه إن شاء الله، البعض منهم حيقوموا بعملية تجميل لمواليد الجدي. بالنسبة لمولود الدلو، نعم الصادرة والواردة، هول النجمين كتير مهمين اللي بيرفعوا كتير هالأسبوع لمولود الدلو، إنه يكسب مبالغ كبيرة هائلة ما عمل لها حسبان، ممكن تيجي فجائية، ممكن يكون ناطرها من زمان، ممكن أكتر يكون في اتفاق على مال كبير، وهالمال كأنه انتقام مال من بلد لبلد، يعني نياله مولود الدلو حيكون مشغول شوي بالمصاري هالأسبوع. أما بالنسبة لمولود الحوت، سفر تأجل عنده وتأجيله بكون أفضل لإله، لأنه هالأسبوع مش ملائم أبدا السفر لإله، لا محل ما هو رايح ولا على شو رايح. انا بفضل ياجل حتى لو كان عمليا او استرخاء او استجمام عليه، انه ما يتنقل من ارضه من الملاحظ جمعنا انه معظم الابراج ما ظابطه معهم عمليا، هل عمليا. في شيء بالفلك؟ عمليا انه اعمال، يعني لو يعني عمليا كاشغال ككذا مش كل هالقد في العالم منيحه. كل العالم، ما هو العالم خرب. بتتذكري دينا ما كنت تقول بال2023 العالم كله راح يتغير؟ بال2023 العالم كله راح يتغير، كنت دائما اقول ما بيبقى الا القرش، حيجي زمن زمن القرش، وحيجي زمن زمن الذهب، ووصلنا نحن. يمكن انا كنت يطلع مني فطريه، يعني ما كنت انا احسبه، بس كنت لما كنت عندي على الشاشه كون ما عم نطلع حسين تطلع الكلمه مني هيك، فوصلت لوقت انا هلا صرت عم سكر الناس اللي كنت اقولهم اللي انا ما عملتهم، انا ما عملتهم، كنت اقول لهم على الناس، بعد الناس عملوهم، بعد الناس اشتروا ذهب كتير، وبعد الناس خبوا مالهم كتير، اللي انا كنت اقول لهم اياه انا ما سويته. يعني صرت مثل الحداد، يعني شو بيقولوا، مثل اللي بيصلح حافي سكافي حافي، هذا اللي صارت. يعني ما احنا بنصدق، يعني اللي صمدوا ذهب كتير، قعد انا ووحده قالت لي انت معقول ما معك ذهب؟ قلت لها انا ما معي ذهب. قالت لي انا معي 10 كيلو. قلت لها انت 10 كيلو جايبه ذهب؟ قلت لها انت قد ايه جايبه؟ قلت لها ولا شيء. قالت لي ما معقول، قالت ما جبت ذهب الا من وراكي، وحياة الله. ايه كنت دايما تقولي ذهب ذهب ذهب. ايه، وما جبت، انا كنت ما كنت احب الذهب، انا كان نوع من هذيك الايام ما كنت احب، كنت اقول للناس يمكن ما كنت عايزه للذهب وقتها، هو مشان الواحد هيك. ما كان عارف شو ناطره. وانا نوعي لينا بخاف خبي لقدام، يعني ممكن ما اوصل احصل عليهم او اعيش فيهم، كان عندي هذه الفكره، ما بحب خبي لقدام الاشياء. شكرا.